السلام عليكم، كي داير خويا؟ راني مزيان بخير الله يحفظك. هذه الرحادي كل عام كنجيو هنا خويا، مده شي 23 عام وحنا ديما صغير كنجي كنخدم. هذه ماشي لامو كتاكل الجنويه، هذه الرحق، هذه كما جتيها كما تردويني غدا ماضيه، فهمتي اخويا؟ غدا ماضيه. هذه شنو الفائده اللي في الرحق؟ هذه ما كتاكلش الجنويه، هذه ماشي لامو، هذه دابا لامو كتكمل الجنويه، هذه الرحق داد غير كتمضيها، فهمتي؟ شحال من عام وتلك مارسه؟ وارا جايه شي 23 عام حنا خدامين. ما لا، مدينه اليوسفيه، انا جاي من اليوسفيه. دابا انايا البلاصه الكوانه ذا 9 سنين وانا كنحط فيه، 9 سنين وانا كنريح فيه اخويا الكوينه. والي ومارا عواشيره ديما كنجمعو في العواشيره، كنخدموا مع الناس وكيتهلاو فينا ومشوا كنمشيو حتى حنا. هذوك ديال الضو ما خاصهمش يمضوا فيها، غير كتضيع الشناوه، الرحق، الرحه ديال الماء نمضي فيها. الا كانت بالماء، كانت بالضو ما عاد ما ندير بها، غادي كيبقى ديما فيها الحروشيه الجنويه. هذه ديال المدغيه دايز عواشر، اللي مضى ذاك العام اللي فات كيجي مضي هذا العام وكيهضر معايا ويسلم عليا مزيان، كيقول لي تهلايتي ليا في المويسات وكذا وكيتهلا فيهم. مرحبا بهم، الله يسهل عليهم. مبروكه للمغاربه كاملين، عيد مبارك سعيد.